يسعد أوقاتكم. عانت الأغنية السورية بمختلف ألوانها من التهميش والتعتيم اللي كان جزء من مناخ عام سلطوي سائد وطارد للإبداع الأصيل. في ألوان غنائية ماتت، وفي ألوان غنائية أهملت، وفي ألوان أخرى جرى التعتيم عليها بسبب بروز طبقة جديدة تريد فرض ذوقها في أماكن السهر ووسائل الإعلام وآليات الإنتاج. وهي الحالة الأخيرة بتنطبق على اللون الغنائي بالساحل السوري اللي أهمل وعتم عليه مقابل بروز طبقة جديدة استعذبت فن من نوع آخر بقيم وألحان أخرى. عن تراث الأغنية الساحلية رح تكون حلقتنا اليوم، تابعونا. مين منا ما بيعرف أغنية يا محلى الفسحة يا عيني على راس البر، ويا ماريا يا مسوسح القبطان والبحرية وهالأسمار اللون، وغيرها من الروائع اللي ارتبطت بوجدان السوريين وانتقلت عبر الأجيال وعاشت برقة ورقي كلماتها وعذوبة ألحانها. لكن المفاجئ يمكن للكثيرين من اللي ولدوا بالعقود الثلاث الأخيرة إنه هالأغنيات هي جزء أصيل من تراث الساحل السوري، التراث اللي تم تهميشه وتغييبه مقابل تصدير أغنيات هابطة أصدق ما وصفت به بأنها أغاني الكراجات. بلش تهميش الأغنية الساحلية من أيام اللي استلم الدكتور بشار الأسد حقيقة، وقبل كمان يعني حاولوا يسوقوا لنفسهم هن، أو حاول يسوق النظام لنفسه لجماعته تراث ما هو له علاقة بالتراث اللدأني لا من بعيد ولا من قريب. يعني طلع إذا بتتذكر فؤاد غازي، طلع مجموعة من المطربين اللي ما لهم علاقة بالطرب وسوقوا هذا التراث اللي ما له علاقة بتراث اللادئية، اللي هو كانت أغاني جميلة تتغنى عن البحر، أغاني جميلة تتغنى عن الجبل، يعني مثل أغنية البحر يا محلى الفسحة يا عيني على راس البر، كانت قديش كانت مشهورة يا ماريا يا مسوسح القبطان والبحرية. كان في أغاني تراثية جبلية مثل لولح على البير يا لولح، شفتك يا جفلي على البيدر طالعة، هلا للي حيهات يا أبو الزلف، كل هذا محو محي وبلشوا يسوقوا لهذا النوع من الأغاني الهابطة اللي هي عبارة عن جعير ليس أكثر وليس أقل. أنا بذكر انصدمنا لما طلع بعض ما فينا نسميهم مطربين طبعا، وكان عنده اللون مختلف أول مرة ننصدم فيه ونسمع. يعني المشكلة بالأمر أنه في ذلك الوقت الجهة الرسمية تبنت هؤلاء، أمثال علي الديك، أمثال حسين غازي، أمثال زين العلي. هذا الأمر كان يخرش الأذن الموسيقية لأهل الساحل بشكل خاص. ليش بشكل خاص؟ لأنه تم لوم أهل الساحل على إنتاج هؤلاء على أساس أنه هن من منتجات الساحل، ولكن هذا الأمر خاطئ. حتى نحن أهل الساحل بريئين منهم، ما بنعرفون هذا الأمر. الموضوع اللي صار انه الجهة الرسمية تبنت هؤلاء وتم دعمهم وتصديرهم الى الخارج بشكل مرعب، تم يعني رهن جميع الامكانيات في سبيل تلميع هؤلاء. وبنفس الوقت كان في تيار ايضا انتجوا النظام اللي هو تدمير اي صوت حقيقي، فتم اقصاء الجميع الحقيقيين كفنانين، وتم تقريب هؤلاء اللي هو ما نفن، هو حقيقة هو جعير، نحن هيك بنسميه. الخطاب الرسمي تبنى حتى سنة 2000 تجديد، عندما أتى بشار أصبح هناك لازم يكون هناك أشخاص تعمل على تلميعه، فكان هذا التيار المخرب كان جاهز من أجل تصدير هكذا فن. للأسف نحن ما بنسميه فن، يعني طفرة أو 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 شيء 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 غريب ما فهمناه. يعني قبل ما نحكي كيف تهمش تراث الساحل السوري الغنائي، تعالوا نلقي نظرة على تاريخه. روايات الباحثين والمختصين تعددت حول نشأة أغاني تراث الساحل السوري، منهم من رجح أنه تاريخه بيعود إلى ما قبل الميلاد، ومنهم ربط ظهوره بظهور الطبقات بالمجتمعات البشرية، وغيرهم قالوا إن وليدة العصر العباسي، بينما أرجع البعض إلى عهود حضارات قديمة مثل الآرامية والفينيقية والكنعانية وغيرها من اللهجات السورية القديمة.
وطبعا ما بدنا ننسى انه اقدم نوتة موسيقية مدونة بالعالم اكتشفت بالساحل السوري عام 1950 بمدينة أوغاريت الساحلية، وقام بفك رموز الكاتب ريتشارد دامبريل صاحب كتاب آثار علم الموسيقى بالشرق الأدنى القديم، والعمل دون حوالي 1400 قبل الميلاد، وكان جزء من مجموعة بتحوي 36 أغنية أطلق عليها اسم الأغاني الحرانية يلي حفرت بالخط المسماري على ألواح من الطين، ويبدو أن ألفت تضرعاً للآلهة. حقيقة هو الفن وهذا التراث بالساحل السوري هو ابن الأرض. إذا كان بالجبل تأثر بالجبل، تأثر بمواسم الحصاد، إذا كان من الساحل تأثر بزرقة البحر، تأثر بـ 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 بالسفن التي كانت تأتي وتذهب. يعني ما في شيء مصطنع، ما في شيء مستجلب من الخارج. الآن نحن في أوغاريت مكتشف يمكن الأقدم في العالم كرقم موسيقي، موجود تقريبا من الألف الثاني قبل الميلاد، يعني نحن عم نحكي ب3000 سنة. فمعنى هذا الأمر نحن ما جلبنا شيء من الخارج، ولكن بنفس الوقت بيمسافرة في البحر فيها بعض الكلمات اللي هي لهجة مصرية. هذا دليل أنه نحن متنوعين الثقافات، وأهل الساحل بوجود البحر كانت المراكب تأتي وتذهب من كل الجنسيات في العالم، لذلك كان هذا الخليط كان يغني هذا التراث بالساحل. لذلك بتشوفوا متشابه، احنا ننتقل من ساحل سوري الى الساحل اللبناني في الساحل الفلسطيني. يعني الاساطير الرحابنة طبعا هو اخذوا من هذا الساحل. هاي عين عيني على راس البر والقمر نور عين عيني على مو على موج البحر على مو على موج البحر. هاي لدانية ورح نحكي وحدة جبلية بنفس الوقت. لولا قلبي ريالولا لولاح صبايا بتتلولاح حبي باعتلي حبا أباعم نشروشو أباعم نشروشو والشاعر شلت حرير ما قدرت أنا حوشو ما قدرت أنا حوشو يا ربي نسمة هوا طير له طربوشو طير له طربوشو يبين جيبين الغريض والغرة المكوية لولاح قلبي ريالولاح لولاح صبايا بتتلولاح. أهم ما يميز الأغنية التراثية هو انتشارها الواسع وسهولة حفظها، ورغم صعوبة معرفة كاتبة أو ملحنة والزمن اللي قيلت فيه، بس بتبقى حية وبتدوم طويلاً. تعالوا بهالإطار نلقي نظرة على أشهر أغنيات الساحل السوري بالتقرير التالي. ارتبطت أغنيات الساحل السوري بأجواء البحر، وكانوا الصيادين على المراكب يرددوها وهني عم يدوروا عن الرزق الحلال ويواجهوا أمواج البحر وتقلباته، وكانت هالأغنيات جزء من طقوس البحر لما ينشد البحارة لماريا يلي سوسحت الأبطان والبحرية، يعني تيمتهم ورمت بحبهم إلها لدرجة الجنون. سوسح الأبطان والبحرية يا مسوسح الأبطان. نسجت الأغاني التراثية صورها الشعرية وإيقاعاتها من ارتباطها بالبحر، وبتختزل الأغنية التراثية الشهيرة يا محلى الفسحة على راس البر هاي الخاصية لما تتهادى جملتها اللحنية العذبة والبسيطة وكأن عم تحاكي حركة موج البحر بليلة مشعشع أمرة. والأمان
كثير من الأغنيات التراثية الساحلية داولتها الأجيال وبقت جزء من هوية سورية وامتزجت بحكايا الناس ومشاعرهم وأفراحهم وأحزان أيامهم، وخصوصاً لما يتسلل الحزن لقلب العاشق يلي لوحته الشمس، فصار هل أسمر اللون هل أسمراني، تعبان يا هالقلب هواك رماني. عكس تراث الساحل السوري حالة تمازج اجتماعي ضمت الأصوات والمواهب من مشارب مختلفة، فاشتهر جورج خوري بغناء على روض الحبيب وهو عم يتغنى بالورد والفتنة، وخليل صفتلي بأغنية للبحر، ومثل عاشت أغاني شهيرة لتصير مختبر لأصوات المطربين وعزوبة أحاسيسهم، وهن عم يرددوا يا شجرة الليمون ويم الزلف وعليادي اليادي. يا شجرة إلى خصوصية بالتراث لأنه الساحل جمع ما بين البحر والجبل. البحر كان يغنوا أغاني عن البحر، البحارة كانوا يغنوا أغاني رائعة عن البحر، عن طلعاتهم بصيد السمك بهذا الجو الرائع الساحر، مثل غنية هلا 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 خود عليك وخود علي وارمي هالياطر يا خي والريح شمالي يا خالي، يعني أغاني كتير جميلة. وهذا بالنسبة للبحر، وبالنسبة للجبل قلت لك في أغاني كتير كانت مشهورة. هلأ في من الأغاني اللي ما كتير، خليني أقول أنا ما كتير معروفة، اللي هي على روض الحبيب فتنة، يعني هي من الأغاني الرائعة والساحرة واللي غناها جورج خوري مطرب، هو من التراث اللدآني جميلة. بتقول على روض الحبيب فتنة أطافنا الورد والفتنة، سهرنا والحبيب معنا حيينا من بعد ما متنا. من الأغاني الجميلة، التراث اللدآني الجميل اللي تغنى، كل هاي الأغاني انمحت. لطالما كانت أغنيات الساحل السوري رفيقة الناس بأفراحهم وأحزانهم، تتنوع مواضيعها وحكاياتها باختلاف الأحداث والمناسبات والمواسم، منها ما يشيع أيام الحصاد، ومنها عند إبحار السفن إلى رحلات الصيد وغيرها بالأعراس. واللافت هو وجود تراث غنائي عند الوفاة، وهو أشبه بترانيم القبور، فمنسمع العتابة والميجنة والدلعونة ومقامات الصبا والسيكة والبيات والحجاز. الله على أبو الزلاف عيني يا مولاي، ضرب الخناجر ولا حكم النادل بيا. قرى الساحل السوري كانت مثلا في المآتم كان يوجد عتابات وكانت جميلة جدا، كانت رثاء بالميت، حتى على القبر كانت رثاء للميت في الجلسات اللي لهم، فكان نحن معتادين على سماع هذه العتابات اللي هي تشارك الحزن، توصف الميت، أعماله، محاسنه. على ذلك الأمر اختلف هون، أصبحت نفس المناطق تصدر فن آخر. الأغنية الساحلية مثلا بتجي بتتغنى بالحصاد، بتتغنى بالمناسبات الاجتماعية والعائلية، طبعا أي موسم لأي نوع من مثلا قطاف حمضيات، لهم أغاني موجودة ولحد الآن الناس بتعرفها. البحر ثلاث أرباع أغاني الساحلية، الأغاني الساحلية القديمة عن البحر، أغاني عن الحصاد، كم هائل من هالأغاني. يمكن نحن منعرف خمسة وهو موجود 100 غنية ساحلية
قديمة عن الحصاد أو عن موسم قطاف شيء معين. البحارة كانوا يطلعوا رحل جميلة في صيد السمك، يطلعوا رحل جميلة على البحر، علاقتهم مع البحر علاقة روحية. البحارة اللدنية أو شو بسموهن القبطان، أغنية يا ماريا يا مسوسحة القبطاني والبحرية، من أجمل الأغاني اللي غنت بالتراث اللدني، أغاني عن البحر. هيلا هيلا اللي قلت لك إياها، خود عليك وهات علي وارمي هالياطر يا خي، والريح شمالي يا خالي، والبحر العالي غليني، والنورس حوى مع العالي أبيض ليحط على المينا. أغاني لا ما بتتخيلها، مثلا رواحي على الحصاد رواحي، خط الصبح لاحي، من الأغاني اللي كانت تتغنى عن الحصاد. هل أسمر اللون، هل أسمراني تعباني يا قلب خيو، هواك راماني. كان الغزل بطريقة جميلة، بطريقة حلوة محببة، مو مثل بهالأيام يعني راح تتقمقش حطب حبل براسة ومعقالة ما عم نفهم شو عم يحكي، وهو ما عم يفهم شو عم يحكي أصلاً. مهم بده يعني كلمة غريبة توصل للعالم أنه هذا هو التراث. هذا الفرق يعني بين أيام التراث اللادئاني الجميل وهذا التراث المخترع واللي نسبوه على دقيقة زوراً وبهتاناً يعني. لا يمكن الحديث عن أبرز مطربي التراث بالساحل السوري دون المرور على العلامة والباحث جبرائيل سعادة، يلي فتح منزله لاحتضان الموهوبين وأسس أول نادي موسيقي باللاذقية عام 1945. ومن مغنيي التراث يلي تتلمذوا على إيدين جبرائيل سعادة الفنان جورج خوري ومصطفى يوزباشي والفنان خليل صفتلي والموسيقي محمود عجان، يلي أسس بالستينات عائلة موسيقية كاملة. وبالستينات أيضاً وصفت مجلة العرب الكويتية الطفلة لينا عجان يلي وقفت على المسرح لتغني أنت عمري بأن أم كلثوم اللاذقية. فينا نحكي عن خليل صفطلي مثلاً، هذا اللي غنى يا سالم، مين مننا ما بيعرف هذه الأغنية الجميلة؟ هو نفسه صاحب أغنية مثلاً على موج البحر، مين مننا ما سمع هذه الأغنية؟ رجعنا ذكرنا أيضا المرحوم ميشيل نعمة وأغنية يا مسافرة. يوجد لدينا كثير مطربين رائعين جدا، ولكن للأسف ما في تغطية عليهم. في أسماء جديدة الآن هي اللي طغت على الموضوع وأنكرت جميع هذا الإرث الضخم جدا اللي عمره عشرات السنين. بعد الفاصل رح نرجع نتابع كيف غنى اللبنانيين تراث الساحل السوري وكيف استلهمت فيروز والرحابنة نماذجه الرائعة. كمان رح نشوف كيف تم التعتيم على التراث الساحلي المديني لصالح تراث ريفي يمثل ثقافة طبقة العسكرتارية الصاعدة. تابعونا. أهلا وسهلا فيكم بحكاية سورية وحلقتنا عن تراث الساحل السوري الغنائي. كانت أغاني الساحل السوري التراثية الجميلة مادة مهمة جداً استلهم منها الرحابنة والسيدة فيروز العديد من الأغاني، كما تغنى بتراث مدينة اللاذقية العديد من المطربين العرب. تعالوا نتذكر بعض النماذج بالتقرير التالي. تنبه الأخوين الرحباني بموهبتهم الموسيقية الفذة للجمال الأخاذ يلي بتتمتع فيه أغاني الساحل السوري التراثية، فتحولت الجمل اللحنية على إيديهم لأغنيات فيروزية نسجوا على منوالها كلماتهم وصورهم الشعرية، مثل ما منشوف بأغنيات يابو الزلف وهلا ليا وكمان على اليادي اليادي اليادي، وهي مفردة مشتقة من تشابك الأيادي أثناء الدبكة اللي كانت تعقد على إيقاع الأغنيات الشعبية. وكمان غنت نجاة الصغيرة على اليادي بعد ما استلهم الموسيقار محمد عبد الوهاب هاللحن التراثي السوري لما كتب الشاعر حسين السيد كلمات على منواله، وغنى ملحم بركات ومطربين لبنانيين غيروا أغنية يا ماريا يلي تنقلت على ألسنت كتير من المطربين، بينما تفردت دورة بندلي بسبعينات القرن العشرين بغناء واحدة من أجمل أغاني مدينة اللاذقية التراثية بين الرضا والدلال. المولية أخذوها من التراث الساحلي السوري، هالأسمر اللون أخذوها من التراث الساحلي السوري،
يا ماريا يا مشوشة القبطان البحرية من مترشح أخذ كتير رحب من التراث، وهي ضربة زكعة فكرة يعني ضربة معلم فعلا، لأنه هي الأغاني مثل ما قلت لك اللي غيبوها اللي غيبوه عنا آل الأسد استغلوا الرحابين وبلشوا يسوقوها، ولذلك نجحت نجاح كبير. وحقيقة دائما يعني أي فنان أصيل بياخذ الأصالة وبيسوق وبتتسوق، ولكن نحن مثل ما نحن العكس تماما، جبنا العفن وبدنا نسوقه، ما راح يتسوق بيوم الأيام وراح يهبط أكيد، يعني راح تكتشف العالم بيوم الأيام أنه هدول عبارة عن ناس ما لهم علاقة بالطرب ولا لهم علاقة بالتراث، وكل هذا الكلام فاضي. المطربين اللي بلبنان، هاي معلومة، كانوا يجوا على الساحل السوري على مقهى معين ليغنوا ليصير لهم بصمة. عبد الوهاب جاء من مصر على الساحل السوري، عندك وديع الصافي، الست فيروز، اجوا على 4 مقاهي بالساحل السوري، كل الفنانين بيرتادوها لأن إلى بصمة فنية بيروح كل فنان موجود. عالياد الياد الياد يا بولا بيبية، محلى الواما بالواما ومحلى العزوبية. عالياد الياد الياد يا بولا بيبية، محلى الواما بالواما ومحلى العزوبية. أول أطلع راس الجبل وشرف على الوادي وتقول يا مرحبا نسمها حمل الوادي، نعمل زينه بجسر وتقطي عكلايا. هذا التراث الغنائي الجميل اللي بيشكل جزء من لوحة غنائية سورية شديدة التنوع والثراء، بدأ ينحسر بثمانينات والتسعينات القرن الماضي مقابل ظهور أصوات غنائية من ريف الساحل السوري، بدأت بتقديم أغنيات من نوع مختلف تماماً، أغنيات استبدلت قيم الحياء العاطفي بنوع من التصريح والمباشرة، وسعت لتكريس أصوات وألوان غنائية تم اختزال كل تراث الساحل السوري من خلالها. بدأت قلت لك بفؤاد غازي ومحسن غازي والشلة هي اللي ما لها علاقة بالطرب، وسبقونا ياهن أنه هدول المطربين هن التراث وهن وما لهم علاقة بأي تراث، وكملت بعهد بشار الأسد لما سوقوا لعلي الديك. علي الديك تسوق، بدي أحكي أي الحادثة لأول مرة، علي الديك تسوق بعد موال غناه في حفلة اسمها القرداحة وذكر فيها للأسف آية قرآنية وجيرة للمخبور حافظ الأسد، وقال فيها بالقل هو الله أحد بالفرد الصمد بالذي لم يلد يرحم ترابك يا حافظ الأسد الله أكبر. من بعد هذا الموال تحديدا بلش التسويق لعلي الديك عن طريق الحكومة السورية بأكملها، جيشولوا الإعلام، جيشولوا الموسيقى، جيشولوا وعملولوا غنية القاصودي وزعوها، وما بقت تنحط غير على الأمم المتحدة، يعني كان ناقص يبعتوها على الأمم المتحدة ليقولوا هذا هو التراث السوري. وفعلا نشوف تسويق هذا المطرب الجعاري، وأنا مصر على سمي جعاري لأنه أنا بعرفه جيدا، بلدي عبارة عن واحد يعني لا يفهم إلا بالجعير وأغانيه كلها جعير بجعير، وبلش التسويق لهدول. بعدين طلع أخوه حسين الديك، بعدين طلعوا زين العلي، بعدين طلعوا ما هذا ابن جنيد ما بعرف شو اسمه، وبعدين طلعت كل شلة هالحثالات هاي وقالوا للشعب السوري هذا هو التراث اللادئاني اللي هو ما له علاقة بالتراث اللادئاني لا من بعيد ولا من قريب. أنا بيوم اعتقالي كان جعير علي الديك يرتفع وكان التعذيب يزداد، حقيقة كنا نحن نعيش هذا الأمر حتى في المعتقل، كانت الأصوات عندما يعلو جعير علي الديك كان التعذيب يزيد. عانت الأغنية التراثية بالساحل السوري تهميش شديد من الإعلام الرسمي ودأب التلفزيون والإذاعة السورية خلال العقود الثلاث الماضية على الترويج لأغنيات حملت لهجة الساحل، لكن لم تمثل رقي فنه في مقابل تبني وتصدير الأغاني الهابطة. وبالوقت يلي تجاهل فيه الإعلام مطربي التراث الأصيل، حظي المغمورين من أنصاف المواهب بدعم منقطع النظير، حتى صارت أغنيات تعرض على كل شاشة وتبث عبر كل أثير. لما بتجيب واحد ما بيعرف شيء بالدنيا وبتسلمه دائرة حكومية، شو ممكن يسوي بالبشر؟ ممكن يهلك البشر ويغير كل ثقافتك أنت ويمحيك عن وجه الأرض، وهذا كان همهم من تاريخ حافظ الأسد لتاريخ بشار الأسد، كان همهم محي الثقافة السورية الحقيقية وتسويق هذه القاذورات
على أنها الثقافة السورية، لحتى في يوم من الأيام المجتمع الدولي يقول أنه هاي الثقافة السورية الموجودة عندكم، وين موجود شيء تاني عندكم اللي كانوا هن مخبيينه وكانوا محاولين يمحوه. وهذا مثل ما قلت لك بلش من عهد حضرة الأسد، وليس على سبيل الغناء فقط بل على سبيل حتى الثقافة والحضارة. كلياتنا نتذكر نحن أنه المرجة اللي هي منطقة في وسط الشام هي عز الشام اللي شنقوا فيها الثوار 6 أيار و 16 أيار، وكان الشامي يعتز بالمرجة. لما السلام حافظ الأسد سووها للأسف مركز للدعارة وجابوا عليه عاهرات الأرض وحطوهم بهذا المركز، صار ابن الشام يستحي يقول أنا نازل على المرجة، يقول لك أنا نازل عند محل كذا. فشوف كيف لعبوا بهي الطريقة، هي قتل التراث وقتل الشيء الجميل وقتل الحضارة في 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 الدولة السورية لتسويق هذه الحضارة، قلت لك الوسخة اللي سوقوا لها بهالطريقة هي. هذا ببساطة يعني. والله حقيقة تم دعم هؤلاء المطربين لأنهم ينتمون إلى نفس البيئة، يعني هي ليست بيئة مختلفة. للأسف هؤلاء هم نفس بيئة التي خرج منها هذا النظام، لذلك كان هناك توائم، يعني ما في داعي كنا نقعد ونشرح لازم تغني كذا أو تحكي كذا، لا، الموضوع كان جاهز على السريع، كانوا قادرين ينتجون هذا الكلام وتلحينه بشكل سخيف جدا قاسي جدا وتلقيمه إلى هذا المجتمع اللي موجود. يعني كان الموضوع جدا مدروس، الموضوع ما كان نتيجة صدفة أو قدرا، لا، الموضوع كان مرتب ليأتي هذا الوقت. فبالتالي خلينا نحن نجزئ الأمر، في تسعينيات القرن الماضي بدأ هذا التيار، أصبح جارف، أصبح يصدر، أصبح موجود، تمام؟ في سنة 2000 أصبحت ماركة، مجرد ما تقول مثلا فلان علي الديك أو فلان أو كذا أنت تعرف اللون، خلاص وصلك بدون ما تسمع عارف هذا اللون. في بداية الثورة السورية أصبحت ماركة طائفية حقيقية موجودة، تسمعون للعسكر هن ومشيانين يتباهون فيها في القتل، يتباهون فيها، فأصبحت ماركة مسجلة للتجيش الطائفي والقتل. حكايتنا اليوم كانت عن الأغاني التراثية بالساحل السوري، وحاولنا خلالها إلقاء الضوء على هذا الفن العذب، هذا التراث يلي غيب عمداً لأسباب باتت معروفة للجميع. وهي الحكاية رح تكون مقدمة لسلسلة حكايات عن التراث الغنائي بباقي المناطق السورية. انتظرونا الخميس القادم مع حكاية سورية جديدة. إلى اللقاء.